أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أقدم إليكم أيها الإخوة والأخوات تحية طيبة، أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في صدد إعراب جزء عما، ولقد دخلنا في إعراب سورة الناس، وقد بدأنا ذلك منذ أمس، ولقد أتممنا إعراب الآية الأولى، ونحن الآن ندخل في إعراب الآية الثانية بعد إعراب تفسيرها. فإن شاء الله ندخل الآن في الآية الثانية، فتمشوا معنا أيها الإخوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، لقد أعربنا ذلك ولقد فسرناه من شر. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، تلك هي الآية الثانية. ملك الناس، نعم، كلمة ملك معناها أن الله هو مالك الناس، يعني يملكهم جميعا، يعني هو صاحبهم، هو عنده ملكة كل شيء عن الناس، عنده ملكة الناس جميعا، هو يتصرف في أمورهم كيف شاء، ويوجههم إلى حيث شاء، ويصرفهم إلى حيث شاء، لأنه هو مالكهم، عنده زمام أمرهم، عنده لجام أمورهم. نعم، ملك الناس. كلمة ملك في صيغة المبالغة فاعل، ملك فاعل. نعم، وكذلك كلمة مليك مترادف أو مترادفة أو مرادفة لكلمة مالك. أما كلمة مالك فمالك صيغة فاعل. نعم، وفي معناها تشابه مع ذلك، إلا أن درجة الملك في كلمة مالك متسافل أو متسافلة عن معناها في كلمة مالك. نعم، أما الآن فإعرابه ملك الناس، كلمة ملك بدل، ومثل ذلك البدل وبدل كل من كل. إذا ذكرتم لقد ذكرنا أنواع البدل في بعض الفيديوهات المتقدمة، فليراجع كل من يطلب ذلك فيديوهاتنا المتقدمة. نعم، من أنواع البدل هو بدل الكلي من الكلي، بدل البعد من الكلي، بدل الكلي من البعد، بدل الاشتمال، البدل المتباين، البدل المباين، البدل المطابق، البدل التفصيلي. فكل من يريد تفصيل ذلك فليراجع كتب النحو، يجد فيها تفصيله. نعم، مالك بدل الكل من الكل، مجرور بالكسرة على التبعية، أو مجرور بالكسرة الظاهرة على آخره، وهو أيضا مضاف. الناس، كلمة ناس مضاف إليه. وكذلك الآية الثالثة، إله الناس، كلمة إله، إله بدل كل من الكل، هو بدل أيضا لكلمة ربي، بدل الكل من الكل، هو بدل ثاني، مجرور بالكسرة الظاهرة، وهو أيضا مضاف. الناس مضافا إليه. أما شرحه أو شرحها، شرح تلك الكلمة، كلمة إله بمعنى المعبود، كل من أو كل ما يعبد يقال له إله. الله معبود. وكذلك الآلهة الباطلة، لكن كل إله غير الله باطل. وكذلك الأصنام والأوثان كلها آلهة. أما الله تعالى
هو الإله الواحد المعبود بالحق أو المعبود بحق، هو وحده المستحق بالعبادة، هو لأن العبادة حقه. كل إله غيره باطل. نعم، لكن كلمة إله يعني أو تعني كل ما يعبد. نعم، لئلا يكون الفيديو طويلا نحن نقف الآن ونتمادى بما بعد، ونتمادى فيما بعد، نعرب الآيات البقية السورة في الفيديو القادم إن شاء الله. يأتي ذلك يوم الاثنين، فلقد أتممنا العمل في هذا الأسبوع. إن شاء الله نلقى بإذن الله يوم الاثنين، فلينتظر كل من الأحباب والأحبات الفيديو يوم الاثنين. نحمد الله على إتمام العمل في هذا الأسبوع، ونحمد جميع الإخوان الذين يتابعون في هذه الصفحة. قلل الله مجهوداتكم بالنجاح، وكتب الله لكم النجاح في جميع مشاريعكم. والسلام.